ما زالت شركة أونر تقدم لنا هواتف متميزة بمواصفات عالية، حيث أعلنت رسميا على هاتفيها الجديدين الهونر 100 والهونر 100 برو، هواتف منافسة لسلسلة الأوبو رينو 11 الجديدة. لذلك تابع الفيديو الأخير لمعرفة كامل التفاصيل عليهما. أيضا الدعم خوتي ما خسر والو، دير لايك وادعم هذا المحتوى التقني المفيد. السلام عليكم، معكم عادل من قناة دقائق تقنية. أولا نبدأ بهاتف الأونر 100. أونر قدمت لنا هاتف ذكي كبير دون التضحية بالوزن، وهذا الشيء يستحق الثناء، حيث يزن الهاتف 183 جرام فقط، ويبدو نحيفا إلى حد ما بسمك 7.8 ملم. تصميم الهاتف يعتبر جديد، فمن الخلف سنجد كاميرات مستطيلة محاط عليها دائرة باللون الأبيض. شاشة الهاتف منحنية والحواف رفيعة جدا على الجانبين. خامات الهاتف من الزجاج مع إطار من البلاستيك. ألوان الهاتف الأسود والفضي والأزرق واللون البنفسجي. وأما شاشة الهاتف فتأتي من نوع أوليد بقياس 6.7 إنش بدقة 1200 في 2664 بكسل، مع كثافة بكسلات 436 بكسل لكل إنش، ولديها سطوع يصل إلى 2600 نيتس مع معدل تحديث 120 هرتز ودعم الـ HDR، شاشة متميزة لمشاهدة المحتوى. ويتميز أيضا هاتف الأونر 100 بكاميرتين في الخلف الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بحساس سوني الرائد الـ IMX906 تدعم المثبت البصري. والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل للتصوير الواسع، وتعمل أيضا للتصوير الماكرو. تدعم الكاميرا الرئيسية تصوير الفيديو بدقة 4K، وأما كاميرا السيلفي فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل تدعم أيضا تصوير الفيديو بدقة 4K. متوقع من الكاميرات أن تقدم صورا ممتازة. ويتميز الهاتف بمعالج جديد من كوالكوم، وهو سناب دراجون 7 الجيل الثالث بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع المعالج الرسومي أدرينو 740، ويأتي مساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام أو 16 جيجا رام، أو 512 جيجا مع 16 جيجا رام. هذا المعالج أسرع بنسبة 50% لوحدة معالجة الرسومات من معالجها السابق سناب دراجون 7 الجيل الأول. وخلال العرض التقديمي سلطت العلامة التجارية الضوء على شريحة التردد اللاسلكي الأونر C1. تقدم هذه الشريحة تحسين الأداء وجودة الاتصالات الـ 5G والـ 4G والـ Wi-Fi والمكالمات في البيئات الصعبة مثل المترو أو القطار أو المصعد. وبالنسبة لبطارية الهاتف فتأتي بحجم 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط. الهاتف يدعم الـ Wi-Fi 7 والبلوتوث 5.3 وميزة الـ NFC وبصمة الإصبع مدمجة أسفل الشاشة. الهاتف أيضا لا يدعم منفذ السماعات. وأما سعر الهاتف في نسخة 256 مع 12 جيجا رام جاء بسعر 350 دولار فقط، صراحة يعتبر صفقة ممتازة بهذا السعر. وأما أخوه الأكبر الأونر 100 برو فيأتي بتصميم مختلف وبمواصفات أعلى، خاصة من ناحية المعالج. نسخة البرو تتميز بشكل خاص بتصميمه. في المقدمة توجد كاميرتان مدمجتان، وهي نفسها الموجودة في هاتفها الأونر الماجيك 5 برو، لكنهما هنا نجدها في المنتصف. ولكن ما يلفت انتباهك هو التصميم الخلفي، تصميم غريب وجديد من أونر. فالكاميرا الخلفية ذات الشكل البيضاوي مع خط متعرج يقسم الهاتف إلى نصفين. وزن الهاتف 195 جرام مع سمك 8.2 ملم. أيضا سنجد نفس الشاشة بقياس 6.78 إنش مع كثافة بكسلات 437 بكسل لكل إنش. أيضا سنجد معالج أقوى على النسخة العادية، وهو كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الثاني بتردد 3.2 جيجا هرتز مع دقة تصنيع 4 نانومتر، ويأتي بالمعالج الرسومي أدرينو 740، معالج غني على التعريف وفلاج شيب راح يقدم لك تجربة أداء ممتازة. أيضا هاتف الأونر 100 برو سنجد أنه لديه عدسة خلفية إضافية بدقة 32 ميجا بكسل بها مثبت بصري، وهي مخصصة للتقريب حتى 2.5 إكس بدون فقدان تفاصيل. وسنجد كاميرا سيلفي إضافية للعزل بدقة 2 ميجا بكسل.
هاتف الأنر 100 برو يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 66 واط ودعم الشحن اللاسلكي العكسي، ولديه نفس بطارية النسخة العادية 5000 ملي أمبير. وأخيرا سعر الهاتف بنسخة 256 مع 12 جيجا رام جاء بسعر حوالي 480 دولار. الاختلافات بين الأونر 100 والأونر 100 برو هو التصميم، أيضا معالج أقوى مع سرعة شحن أقل، وسنجد كاميرا ثالثة في الخلف مع إضافة كاميرا للسيلفي في المقدمة. وفي الأخير، ماذا تفضلون، هاتف الأونر 100 أو الأونر 100 برو؟ دمتم في رعاية الله وحفظه.